شهد النصف الثاني من القرن التسعتاشر وبدايات القرن العشرين طفرة هائلة في مجال الكيمياء والفيزياء وأيضا في علم الأحياء. من خلال حلقة النهاردة سنلقي الضوء على اكتشاف علمي مذهل غير كتير من المفاهيم العلمية القديمة ونقل العلم والعالم نقلة نوعية كبيرة إلى الأمام. عندما أقرت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم توزيع أولى الجوائز التي رصدها ألفريد نوبل في مجال الفيزياء في عام 1901، تصدرت شخصية اليوم المشهد لاكتشافه المبهر اللي قدم الكثير للبشرية، ومع ذلك تبرع بالجائزة لجامعته ورفض أن يسجل براءة اختراع لاكتشافه حتى تستفيد منه البشرية كلها. إنه ويليام كونراد رونتجن، عالم الفيزياء الألماني الجنسية، مكتشف الأشعة السينية التي تعرف بأشعة إكس أو أشعة رونتجن، واللي اكتشفها في عام 1895، ودرس كتير من خصائصها اللي فتحت آفاق جديدة في مجال الطب والفيزياء. ولد رونتجن في 27 مارس عام 1845، وكان الطفل الوحيد لتاجر وصانع ملابس، ثم انتقل مع عائلته إلى مدينة أبلدورن وتربى في هولندا. تلقى بداية تعليمه في مدرسة داخلية، وفي عام 1869 تخرج وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة زيورخ. في عام 1874 أصبح رونتجن محاضر في جامعة ستراسبورغ، ثم أستاذاً للفيزياء بها في عام 1876، وفي عام 1879 تم تعيينه لرئاسة قسم الفيزياء في جامعة جايسن، وفي عام 1888 تم تعيينه لرئاسة جامعة فورتسبورغ، وفي عام 1900 تم تعيينه لرئاسة جامعة ميونخ نتيجة طلب خاص من حكومة ولاية بافاريا. كان لرونتجن عيلة في إحدى الولايات الأمريكية فقرر الهجرة، ولكن اندلاع الحرب العالمية الأولى غيرت خططه فبقي في ميونخ لبقية حياته. بين عامي 1869 و 1875 قام العالم الإنجليزي ويليام كروكس ببعض الاختبارات على أنبوب تفريغ غاز عبارة عن ترتيب من الأقطاب الكهربائية موجودة داخل أنبوب زجاجي بيحتوي على غاز، بحيث أنه عند تطبيق حد أدنى معين من الجهد الكهربائي فإن ذلك يؤدي إلى حدوث تفريغ كهربائي في الغاز ينتج عنه ضوء مميز حسب نوع الغاز المستخدم، واكتشف خلالها وجود الأشعة المهبطية أو أشعة الكاثود. صنع كروكس أنبوب يتكون من حاوية زجاجية متعددة الأشكال مفرغة جزئيا مع قطبين كهربائيين معدنيين على طرفيها كمهبط ومصعد، وعند توصيل تيار الجهد العالي المتردد بين الأقطاب بتنطلق أشعة مهبطية أو إلكترونات في خطوط مستقيمة من المهبط. قام كروكس وآخرون باستكشاف خواص الأشعة المهبطية وخاصة تجارب جوزيف جون تومسون سنة 1897، والتي صنفت أشعة المهبط كجسيمات سالبة الشحنة والتي سميت لاحقا إلكترونات. في نفس السنة عام 1895 كان رونتجن بيتحقق من انتقال الكهرباء تحت توتر مرتفع في أنبوب كروكس، فقام بتغطية أنبوب كروكس بورق أسود، وعند إمرار التيار الكهربائي استطاعت عين رونتجن بشيء من الدهشة رؤية لوحة معدنية معينة موجودة على مسافة غير بعيدة من أنبوب كروكس وقد أصبحت شديدة اللمعان، وده خلاه يستنتج أن الأنبوبة بتبعث إشعاع غير مرئي بيخترق الأوراق السوداء وبيحدث بريق في اللوحة المعدنية. بعد 6 أسابيع من الدراسة المتعمقة أعلن رونتجن خلال شهر ديسمبر من العام نفسه وفي الجمعية الفيزيائية والطبية في مدينة فورسبورغ أنه اكتشف إشعاعا جديدا يمتاز بقدرة على اختراق الأجسام ويطيح الحصول على صور من خلالها. سماها رونتجن بالأشعة السينية أو إكس رايز، نظرا لأن حرف إكس بيعني عادة المجهول في المعادلات الجبرية، والأشعة اللي اكتشفها كانت مجهولة الطبيعة، علشان كده سماها أشعة إكس أو إكس رايز. في أقل من شهر أصبحت الأشعة السينية معروفة، وسعى الكثيرون من العاملين في هذا الحقل إلى الحصول عليها لدراستها وتفسير ظاهرة تولدها. بعد أسبوعين تقريبا من اكتشافه أخذ رونتجن أول صورة باستخدام أشعة إكس على يد زوجته أنا بيرثا، وعندما رأت عظمها قالت لقد رأيت موتي. أحدثت الأشعة السينية ثورة في تقنيات الطب والجراحة، وقدمت في نهاية الأمر رؤية عميقة وجديدة في طبيعة الإشعاع وتركيب الذرة. وفي ألمانيا والكثير من دول العالم بيطلق اسمه على الأشعة السينية تخليدا لذكراه واعترافا بدوره في اكتشافه. وتستخدم الأشعة السينية في الكثير من المجالات مثل التصوير الإشعاعي في الطب للكشف عن الأسنان والعظام وكسورها وتحديد مواقع الأجسام الصلبة مثل الشظايا أو الرصاص في الجسم، حيث تستطيع هذه الأشعة اختراق الأجسام اللينة مثل الجلد، ولكنها لا تستطيع المرور عبر العظام مما يؤدي لظهور صورتها، ومن أهم ما يميزها هو قلة أضرارها الجانبية. بيستخدم الأطباء هذه الأشعة في علاج الأورام السرطانية والقضاء عليها، فالأشعة السينية بتميت الخلايا السرطانية وبتقضي عليها، أما خلايا الجسم السليمة فهي تستعيد حيويتها بعد فترة قليلة وتعود سليمة معافى. استخدمت الأشعة السينية أيضا في الصناعة لكشف الهنات والشقوق في القوالب المعدنية والأخشاب المستعملة في صناعة الزوارق.
كما ساعدت دراسة طيف امتصاص هذه الأشعة في المادة على جعل الأشعة السينية طريقة لكشف العناصر الداخلة في تركيب المواد المختلفة وتحليلها. وبتستعمل في هذه الحالة الأشعة السينية اللي بتميز كل عنصر من العناصر الكيميائية. وقد بات من الممكن قياس سماكة المواد الصلبة ومسح القطع الصناعية بحثا عن العيوب التي لا يمكن ملاحظتها بالعين المجردة بواسطة هذه الأشعة. وفي مجال الأمن بتستخدم الأشعة السينية في مراقبة حقائب المسافرين في المطارات بحثا عن أسلحة أو قنابل. وفي مجال الفن بتستخدم الأشعة السينية للتعرف على أساليب الرسامين والتمييز بين اللوحات الحقيقية واللوحات المزيفة، وذلك لأن الألوان المستعملة في اللوحات القديمة بتحتوي على كثير من المركبات المعدنية التي تمتص الأشعة السينية، أما الألوان المستعملة في اللوحات الحديثة فهي مركبات عضوية بتمتص الأشعة السينية بنسبة أقل. أما عن خطورة الأشعة السينية فهي بتنتمي إلى الإشعاعات المؤينة، أي التي تسبب تأين الوسط الذي تمر فيه، وذلك بفصل بعض الإلكترونات في الذرات والجزيئات، فيمكنها إحداث تغيرات في الخلايا الحية قد تؤدي إلى المرض بالسرطان. ولذلك تضع الحكومات تعليمات وقوانين تتعلق باستعمال الأشعة السينية سواء في الطب أو في الصناعة، وبتراقب اتباع تلك التعليمات وتعاقب المخالفين للتعليمات طبقا للقوانين الموضوعة في هذا الشأن. وبتستعمل أيضا الأشعة السينية في مكافحة مرض السرطان بطريقة تركيز الأشعة السينية على الخلايا السرطانية. فالحامض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين في الكائنات الحية حساس جدا للأشعة السينية، حيث يتزايد إتلافه بتزايد امتصاصه لتلك الأشعة، أي أن التعرض إلى جرعة صغيرة من تلك الأشعة مهما كانت صغيرة يمكن فيها احتمال تحول إحدى الخلايا الحية إلى خلية سرطانية، لأن الإشعاع بيقوم بتأيين الذرات داخل الجسم واللي بيجعلها غير مستقرة. هذه العملية بالفعل هي أساس الخطورة على المريض، حيث أن الذرات غير المستقرة سوف تبحث عن إلكترونات في البروتينات والحمض النووي الـ DNA حتى تملأ مدارتها وتعيد حالة الاستقرار لنفسها. ولهذا يؤخذ هذا الاحتمال لحدوث السرطان في الاعتبار عند استخدام الأشعة السينية في التشخيص أو في العلاج. وبصفة عامة يجب ألا تتعرض المرأة الحامل للأشعة السينية على البدن، كما يجب الحذر جدا من استخدامها على الأطفال، فهي قد تسبب العقم عند الرجال والنساء إذا تعرضت لأجهزة تناسلية لها.